جايز، صباح الخير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديده. اليوم قلت غادي نفلوغي لكم، مازال ما عرفتش شنو غادي ندير كالعاده، غالبا ما كنكونش عارفه شنو غادي ندير، قليل فين كنكون بروغرام يلا فيديو. دونك قلت نفلوغي لكم هذا النهار هذا. يلا فقت، الصراحه ماشي يلا فقت، يمكن اكثر من ساعه باش فقت، ولكن كنت كندير المونتاج ديال واحد لا فيديو اللي غادي نحطها في تيك توك وفي ريل ما عرفت مالي تلفت ولكن كنت كندير المونتاج في بلاصتي، ما نطش من بلاصتي، بقيت خدامه على لا فيديو تبالي الوقت داز دغيا. دونك دابا نط باش نفطر حيت فيا الجوع، ونبداو النهار ديالنا ان شاء الله بلا بوزيتيفيتي والجود فايبس ان شاء الله. هاكو شويه الجود فايبس دابا عطيتهم لكم في البدايه ديال لا فيديو ماشي حتى الاخر. هاكو خذ شتو بغيتو تشوفوا باش فطرت. فطور يا سلام هيلتي، ما كاين لا هيلتي لا والو معايا انايا. فاطره بتوست فيه نوتيلا. الصراحه كنت غندير البيض، لقيت البيض ما كاينش، باش نخرج نمشي للحانوت نجيب البيض ما فياش اوف كورس. دونك كنقضي بداكشي اللي كاين، داكشي اللي كاين هو نوتيلا. الله ريحه شحال بنينه، اللهم هذا ولا استقبل الفطور وضرني المعده، ولا هذا ما كيضرنيش في المعده، ما كيضرنيش. البنات اللي كيعانيو من القشره بزاف وجربتو لها شحال من لعيبه وما كتمشيش، بغيت نبارطاجي معكم واحد لو برودوي شحال دابا وانا كنستعملو، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم، اللي هو هذا سميتو سكينوزاليك. ما توش كتبان لكم السميه ولا مقلوبه، المهم راه غادي نكتبو لكم في الكران. سميتو سكينوزاليك اي لو بري ديالو داير 34 درهم فاصله 70 اي كيتباع في لا فارماسي. ها هو كيفاش كيجي، نوريو لكم من الداخل. ها هو هذا اون لوسيون كديروها في لاغاسين ديالكم، كتماسيوها شي شويه وكتخليوها قبل الدوش. صراحه على حساب انا كل مره شحال كنخليها وابخي كندوش، مي عاوتاني خصكم تعرفوا انه اون فوا غادي تحبسوه غادي ترجع لكم القشره. القشره ما كتبقاش فاش كتكونوا كتستعملوه، مي كتحبسوه كترجع. دونك هذا غير حل مؤقت، ماشي كيعالج لكم المشكله، ولكن فاش كتكونوا كتستعملوه ما كتبقاش حس القشره نهائيا، سورتو الناس اللي عندهم القشره بزاف، ماشي غير شي قشره خفيفه. عاوتاني على ما سمعت انه ما خصكمش تجيو تقطعوه، يعني الا كنتو غتحبسوه حبسوه تدريجيا. المهم انا جيت غنبارطاجيه معكم، نتوما غونسينيفو قراو عليه قلبوا عليه واش مزيان ولا مزيانش، انايا كيفيدني قلت نبارطاجيه معكم. كناخذو بحال هكذا وغادي نديرو في لي غاسين ديالي. صافي ملي كنعمر شعري مزيان كندير ان بيتي ماساج باش يدخل مزيان لي غاسين. صافي غادي نخليه شويه في شعري، من بعد غادي ندخل ندوش. راه كيصلح حتى للناس اللي عندهم الصدفيه او اللي سميتها البسورياسيس بالفرنسي اي ثينك. دخلت دوش، دابا غادي نشف شعري. باي ذا واي الشامبوان اللي كنستعمل كتسولوني عليه شي مرات هنايا في يوتيوب، حيت وريتو لكم في انستغرام ما وريتوش لكم هنايا، مي دابا غادي نبارطاجيه معكم. هو هذا ديال لوريال وهذا هو الماسك ديالهم. لا غام سميتها ميتال ديتوكس، فيها لو شامبوان ما عرفتش كيبان، كنظن كيبان، والماسك كاين حتى واحد الزيت نوريها لكم. ها هي هذه، كناخذ منها غير نقيطه، غير واحد شويه. ها هو كندير بحال هكا وكنحطها غير في لي بوينت ديالي، ما كتزيدش الشعر ما حتى شي حاجه، مي الشعر كتولي فيه واحد لا بريونس، واحد لي في زوين بزاف. غادي نمشط شعري هو الاول. عرفتو ودني مصمكه عليا ما عرفتش علاش قبل ما ندوش، يعني ماشي الماء ديال الدوش ولا شي حاجه، ما عمر وقع ليا بحال هكا من غير الماء ديال الدوش ولا فشي بيسين في الصيف ولا هذا كيدخل ليا الماء. دابا ما دخل ليا لا ما لا والو، وهاد الودن هادي مسدوده ليا ما عرفتش علاش. شعري راه واخا هكاك ما نشوفش مزيان، سورتو هاد لابارتي لي لور باقا بارده شي شويه، ولكن اتس اوكي. دابا غادي ندوز للسكين كير، غادي ندير لا كريم هيدراتانت ديال افوار. يمكن اليوم ندوي لكم على هاد لي برودوي هادو اللي كنستعمل، حيت دابا راه شهر وانا كنستعملهم.
في الليل فاش ندي ماكيا وندير سكين كير ندوي لكم على هذا البرودوي بالديتاي. غادي نيدغاتي وجهي مزيان. لالاف غادي نيدغاتيهم بفازلين كالعاده. غادي ندير معكم ان بيتي ميك اب شي حاجه خفيفه حيت باغا نخرج. يمكن غادي نمشي للمعارف خاصني شي لعيبات غادي ندور نشوف. انا ديما الصراحه كتكون خاصني شي لعيبه وكنكون باغا نشري ما كنشريش دونك ما نوعدكم بوالو. غادي تخرجوا تدوروا معايا تشوفوا داكشي. لقينا شي حاجه هي هذيك ما لقيناش اتس اوكي. بزاف البنات كيقولوا لي ديري لنا دي فيديو اول ولا دي فيديو انبوكسين دي فيديو اللي كتشري فيهم بزاف الحاجات ولا لي فيديو ديال مشترياتي. المهم كتبغيو لي فيديو اللي فيهم بزاف ديال لي برودوي ونحل داكشي ونوريكم بزاف ديال الحاجات. انا اصلا ما كنشريش بزاف ديال الحاجات باش نوريكم بزاف ديال الحاجات. واخا نكون باغا نشري كنخرج زعما عندي الفكره ديال نشري ويكون عندي فلوس باش نشري ما كنشريش بزاف الحاجات حيت انا انسانه صعيب ناخذ اون ديسيزيون. ما كتعجبني حتى شي حاجه ما كيعجبنيش العجب كيخصني نبقى ندور ونشوف وندور في الاخر ما كنشري حتى شي حاجه. هادشي في الحاله ديال عندي الفلوس وباغا نشري. اما الحالات الاخرين فاش ما كيكونش عندي الفلوس وانا باغا نشري حيت دائما كنكون باغا نشري وديما خاصني بزاف الحاجات. ديما ما عنديش الحوايج ولا ما عنديش الماكياج ديما خاصني ديما خاصني. واش نتوما بحالي ولا لا قولوا لي في لي كومونتير واش نتوما ديما خاصكم واخا عندكم ولكن ما عندكمش داك الجي اللي بغيتو داك السروال اللي بغيتو داك العكر اللي بغيتو ديك الحاجه. درت في الاول ان بو دو كوريكتور. هو ماشي كوريكتور هو هاد لي زونتيسترن هادو ديال ريفولوسيون كنسيل ان ديفاين فيهم دي تانت ديال لونتيسترن ودي تانت غامقين ديال البرونزر. انا كنديرو هكا تحت عينيا عاد غادي نزيد لا تانت ديالي من الفوق. هذا اللي كنستعمل فيتمي ديال ميبلين. شحال هذه ما استعملته الصراحه توحشتو عزيز عليا هاد لونتيسيرن. هذا غادي غير نايطالي هكا شويه ما غاديش نستومبيه. دابا درت حجباني اونترطون يلاه كنجرب فواحد لو برودوي جديد الا عجبني بيان سور غادي نبارطاجيه معكم ابري. دابا عاد غادي نجي نستومبي هاد لونتيسيرن مزيان. غادي نفيكسي تحت عينيا بلا بودغ كومباكت ديال فلورمار. ولو غيست ديال وجهي كندير لا بودغ ليبغ ديال فلورمار. غادي ناخد غير شويه خديت بزاف غير هاد شويه هادا كافيني. وكندير البانسو هكا مزيان وكندوز هكا على وجهي كامل. برونزر ريفولوسيون غندير نيت هاد البلاش ديال اسانس ما عرفتش كيبان ليكم. نصبح وانا كنشوف في المرايه ديالو علاش لا ما نستعملوش. لون زوين لا ريفيرونس فين كاينه 02. ناخذ هكا شويه كنقص ديما في يديا وغادي نديرو الفراجو. كندير انا حتى فوق عينيا هنايا باش كيجي داكشي كامل متجانس. سورتو في لي لوك هكا اللي كيكونوا سامبل كيعجبني نلاقي هاد لابارتي هادي. سورتو في عينيا ما غادي ندير لا فارا بوبيغ لا والو دونك كيجي داكشي متجانس اي ثينك. شويه هكا في النيف شويه هنا وقيلا كثرت لا بودر. غادي نمشي ندير ماسكارا ونرجع لكم. هيلو جايز هذا الغد ليه دابا الصباح يلاه فقت. البارح ما خرجتش وما كملتش معكم الفلوغ. عرفت كيفاش نشرحها حيت عينيا يعطيوكم الخبر. شوفوا شحال من فوخي ما عرفتش كيبانو. هنا كيبانو اكثر وقاله لا كيبانو. شو كيدايرين من فوخي شو هادي. البارح I wasn't feeling good. كنت حاسة بها من قبل الصراحة وبقيت كان إنيوغي دوك العلامات كنقول ماشي مشكل غير صوري غير كملي. كيوصل واحد الوقيتة اللي كتطلع بزاف ديك الانكزايتي ويتفرقع. دونك ما قدرتش نكمل معكم لو فلوغ البارح ما قدرت ندير والو. ديك الساعات نط دي ماكيت هي درت الماسكارا اللي قلت لكم انا نمشي ندير ونرجع درت الماسكارا. ما ابخي صافي ما بقيتش قادره نط دي ماكيت. غسلت وجهي مزيان وجلست الارض صافي حيت ما قدرتش. بزاف الناس ما غاديش يفهموني اتس اوكي الا ما فهمتونيش صافي بلا ما تعلقوا لي تقولوا لي لا راح انت صافي. اللي ما كيفهمش هذا الشيء ما كيفهمش المينتال هيلث ما كيف بلا ما تكتبوا لي شي كومونتير حيت غير كيفقصوني دوك لي كومونتير. الناس اللي كيفهموا اللي تا هما دايزين من شي بيريود بحال هكا ولا تا هما عندهم
منتال هيلث فيها مشاكل غادي يقدروا يفهموا. في الواقع في لا فغي في ما كنبارطاجيش هادشي مع الناس نهائيا، داكشي كندوزو لراسي كنعيشو لراسي، ولكن في يوتيوب كنبغي نبارطاجيه معكم، يمكن حيتاش كاينه اون كوميونيتي اللي كتفهمني وكاين بنات اللي كيصيفطوا لي دي ميساج اللي حتى هما كيعيشوا شي حاجات بحال هادشي، يا اما انكزايتي نيت، يا اما ديبرسيون، يا اما شي لعيبات اخرين، اي كيفهموا هادشي اللي كندوز منه حتى هما كيكونوا يا اما دازوا منه شحال هادي، يا اما دابا كيدوزوا من شي بيريود اللي ماشي هي هذيك. دونك هادشي كيخليني نزيد نبارطاجي بحال هادشي، واخا انا ما كيعجبنيش حيتاش كاين بزاف الناس اللي كيبقاو غير يجوجي وبزاف الناس كيبقاو غير يهضروا وما ما فاهمين حتى شي حاجه في هادشي. المهم اول حاجه نمشي نصايبو ما نفطرو باش ندوزو نهار زوين ان شاء الله. طب اتس اوكي، البارح داز خايب ماشي مشكله، اليوم نهار جديد انرجي جديده ان شاء الله. واحد الحاجه قررت نبدلها هي الصباح فاش نكون كنفطر ما نبقاش غير جالسه كنسكرولي في تيك توك وانستغرام، فاش نكون كنفطر نهز كتاب ونقراه. هذا الكتاب هذا شحال وانا كنتعصر عليه، هذه دابا شي شهرين وانا كنقرا صفحه في شحال، كنت ديجا قريته شحال هذه شي عامين دابا وبغيت نعاودو. ملي قررت نعاودو انا كنتعصر، كل مره كنقرا شي شويه وصافي كنحبس عاوتاني واحد دو سيمين وثاني نهزو نقرا واحد شويه. قلت علاش لا ما نبداش نقرا الصباح، سورتو الصباح كنكونوا يلا فايقين يلا كنستعدوا للنهار وداكشي، كنبقى نتفرج في لي ريزو انستغرام وتيك توك، اتس نوت هيلثي، شي حاجه اللي ما زوينهش نهائيا. دونك قلت علاش لا ما نعوضش هذيك لا بيريود اللي كنبقى كنشوف في التليفون بالقرايه، نحاول غادي نحاول. المهم جاتني الفكره ولا ريفليكسيون غادي نحاول نطبقها وغادي نحاول نتبعها ان شاء الله. دونك هادشي اللي غادي ندير دابا، غادي نحاول نقرا شي شويه او ميم طون كنفطر. دابا غادي نخدمو شويه ديال المونتاج بيان سور، خصني نافونسي في شي لعيبات. يا بسم الله نبداو على بركه الله. ما تنساوش تشربوا الماء، واخا دابا البرد شربوا الماء، ما كيجيناش العطش ولكن شربوا الماء. This is your reminder باش تشربي الماء، هزي كاس عمريه بالماء وشربي الماء، دابا شربي الماء ماشي سوقي حبسي لا فيديو سيري شربي الماء. الحمد لله قرعتي عمرات، غادي نمشي نعمرها من دابا شي شويه، ولكن الماء راه مهم وكنساوه بزاف في البرد. شربوا الماء، اتونسيو شربوا الماء، الا ما حبستوش لا فيديو وشربتوه ماشي مشكل، تتسالي بلا فيديو سيروا شربوا. عرفتو دابا غادي نصيب شعري حيت خاصني نصور شي لعيبات ابري، وخا شعري يكون مقاد، اما انا كون جات عليا نصيب غير هذا القدام هذا اللي شويه بوكلي، وهنايا نخليه هكذا طبيعي، حيت واخا هكاك البارح فاش نشفتو راه ما درت لا بغوص لا حتى شي حاجه، دونك كيبقى هكا طبيعي، ولكن حيت غادي نصور غادي خصني شعري يكون مصوب. دونك غادي نصيب شعري دابا. صورت كونتنت، درت لايف تيك توك وبقيت مجمعه معاكم، صيبت شعري، خليتوني في كنصيب شعري، المهم ما صيبتوش مزيان حيت صافي مابقاش ليا الوقت بزاف، غير صيبته هكا شويه ودرت ميكاب. هذا هو الميكاب، فيه بزاف ديال البلاش، كيبان ليا البلاش كتير
شبان ليكم. دونك خبرت عليكم شويه من الفلوغ حيت كنت كنصور شي لعبات اخرين. دابا غادي نخرج. من قبيله وانا كنقول واش نخرج واش ما نخرجش قلت ما نقولهاش لكم في الفلوغ حيت ما كنتش عارفه اصلا واش نخرج ولا لا. مي دابا قلت لاختي يلاه نمشيو، قالت لي يلاه نمشيو، ما عودتهاش معايا. وغادي نمشيو للمعارف اللي كنت قلت لكم البارح غادي نمشي ليه. يلاه كتب اليوم، يمكن البارح كون خرجت كون طرات ليا شي حاجه الله يحفظ ولا. دونك كتب لي اليوم، اتس اوكي okay. اليوم غادي نمشيو ان شاء الله. ان شاء الله مازال ما عرفتش. مي الميك اب ديالي دابا از دان، بقى لي غير الاوتفيت. غادي نلبس شي حاجه دغيا دغيا ونخرج. Let's go. Monday mornings hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. One, two, three. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's safe. Back home عييت بزاف حيت الدنيا كانت عامره بحال ما عرفتش شنو كاين، ولا يمكن حيت اليوم الجمعه عرفت الدنيا شحال كانت عامره. انا ما كنقدرش الصراحه ندور في البلايص اللي كيكونوا هكا عامرين وزحام وما شفت والو الصراحه، ما قدرتش نشوف حيت الدنيا عامره تخنقت. المهم دابا غادي نرتاح شويه، يمكن غادي ناكل حيت فيا الجوع، ومن بعد نرجع نتلاقى معكم باش نحيد هذا الميك اب ونديرو سكين كير وندوي على سكين كير. قلتها لكم البارح، قلت لكم البارح غادي نديرها ولكن غادي نديروها اليوم ان شاء الله، باسكو واحد لي برودوي زوينين بزاف اللي شحال وانا كنتيستيهم دابا، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهمش معكم. وريتهم لكم في انستغرام وهنا في يوتيوب يمكن وريتهم لكم. دابا نهضر لكم عليهم ونقول لكم الراي ديالي وكيفاش جاوني. فيهم لي كومبوزون زوينين بزاف، دونك نتلاقاو بعد لحظات. المهم نتوما بالنسبه لكم دابا انا دابا شويه درت العكر، بدلت شنو لابسه حيت اش كنصور انترطون واحد لا فيديو اخرى بوغ تيك توك. دونك غادي نصورها ندي ماكيا ونرجع معكم. انا راجعه، اي بروميس يو راجعه. عييت بزاف ولكن عندي شي لعبات خصني ضروري نصورهم ونكملهم اليوم. دونك تشلعت الله. الو غسلت وجهي، الجل نيتويون اللي كنستعمل هو هذا ديال افوار، ما عرفت واش كيبان لكم. فوالا دابا كيبان. سميتو طوندر H2O. هاد لاموس هادي واعره يا البنات. هاد لاموس زوينه بزاف، انا بيرسونيلمون عجبتني وكتصلح لجميع انواع البشره، يعني كيف ما كان تيب دو بو ديالكم تصلح ليه. اول حاجه عجبتني في هاد لاموس هادي انه فاش كنغسل وجهي ما كنحسش بداك لافي ديال وجهي كيتجبد ديال الناشف، عرفتو داك الاحساس اللي كنحسو به مع كلكو جيل نيتويان. هاد لاموس هادي ما كتحسوش بها، انا بعدا ما حسيتش بها. وحاجه اخرى كتعطي ليكلا اون فوا كتغسلوا بها وجهكم كتحسوا بلابو ديالكم تنقص وكتكون واحد ليكلا فلابو، ما عرفتوش كيبان ليكم كنظن باين. هاد لاموس زوينه كنصحكم بها، وكيف ما قلت لكم كتصلح لجميع انواع البشره، فيها النياسيناميد، لاسيد غليكوليك، لا لويفيرا. ابري هاد لي دو برودوي اللي غادي نوريكم كيصلحوا فقط للناس اللي عندهم اون بو ا توندونس اكنيك، يعني البشره ديالكم كتنتج الحبوب بحالي انايا. غتبان لكم عندي حبه هنا، هي وحده هنايا. المهم ديما كتنوض ليا شي حبه كلكو بار، وكيخصني ضروري في لاغوتين ديالي هكذا دي برودوي اللي كيكونوا كيعالجوا الحبوب. الوغ اول واحد غادي نبداو به هو هاد التونر هذا، ما عرفتش كيبان لكم، سميتو اكنييس. اي انا كناخذ هكا واحد شويه، كناخذو في يديا وكنطابوطي هكا على وجهي كامل. الوغ هاد التونر فيه نياسيناميد، فيه لاسيد ساليسيليك، لو كومبلكس اكنيت، لاربغ اتي، يمكن نسيت شي حاجه اخرى لا تفكرتها غنكتبها لكم في ليكرون. بعدا هادشي اللي كاتبين اون غرا هنايا القدام، كاينين مازال دوطخ انغريديون لور غادي نكتب لكم في ليكرون. دونك فيه بزاف ديال لي كومبوزون اللي مهمين بزاف سورتو للناس اللي عندهم هكا اون بو ا توندونس اكنيك واللي كتزيت ليهم، باسكو كيكونترولي حتى ليكسي د سيبوم. كنطابوطي هكا شي شويه يدخل. اي ابري غادي ندوز لو سيروم ديال نياسيناميد 10% اللي سميتو اكنييس. راه غادي يبان لكم شحال استعملت، كنستعملو بزاف حيت عجبني. غادي ناخذ هكا واحد شويه وتا هو غادي نجي نابليكيه على وجهي كامل. كنيفيتي غير لو كونتور دي زيو وكنطابوطي هكا باش يدخل. هو راه دغيا كيتابسوربا، شوفوا ديجا لو غلو اللي عطاني لوجهي. اي ابري بيان سور غادي ندوز ليدغاتاسيون. هاد لا كريم هادي كتصلح الناس اللي عندهم بو ميكست اغراس،
نقربها لكم تشوفوها. كناخذ هكا شويه وكان ابليكيه على وجهي. ضروري تيدغاتيو كيف ما كان لو تيب دو بو ديالكم، خاصكم ضروري تيدغاتيو. اي سورتو دابا كنستعمل دي برودوي انتي اكني كيكونوا كينشفوا الوجه، دونك ضروري تيدغاتيو وجهكم. وغادي ندخل لا كريم هكا في وجهي. الناس اللي عندهم لابو ميكست ولا دهنيه كتزيد دغيا، هاد لا كريم هيدراتون تصلح لكم. علاش؟ حيت خفيفه ما تقيلاش بزاف على لابو. الناس اللي متبعيني شحال هادي راه عارفيني شحال كنحماق على النياسيناميد، هو اللي كان عاوني باش مشى مني الحبوب فواحد الوقيته اللي كان فيا حبوب كثر. دونك انا ملي بانت لي هاد لا مارك مارك مارو كان اللي عندهم النياسيناميد، قلت واي نوت وجربته والصراحه عجبني بزاف. صافي هادشي اللي كندير. راه كنظن باين لكم لو غلو في لابو ديالي. غادي نيدغاتي لي ليفغ ديالي بفازلين، because I love vaseline. سورتو هكا بالليل جربوها وردوا عليا، ديروا اون كوش غليظه بالليل وتبعوها وقولوا لي واش كاين فرق ولا لا. واخا لا تيكستور ديالها شويه في شكل، ولكن اتس اوكي راه غير الليل. وشوفوا الغد ليه الصباح كيفاش لي ليفغ ديالكم غادي يكون. شوفوا جربوها وردوا عليا، ما خسرتوا والو. عرفتوا دابا وقيلا غادي نمشي نتفرج في شي فيلم ولا شي حاجه، ارونو نشوفوا على حسب الفايب. نطلق شعري باش نكمل معكم لا فيديو، حيت ما يمكنش نكملها انا وشعري مجموع، ما يمكنش. جيسبر لا فيديو تكون عجبتكم. الا عجبتكم خليو لي لي لايك، خليو لي لي كومونتير ديالكم. هاد الايام هادو ما عرفتش مالي ما كنقدرش نصور يوتيوب، راه قلتها لكم شحال من مره هنايا وعاودت لكم هادشي في الكانال في انستغرام. الا مازال ما متبعينيش في انستغرام نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا زوغا تيغيل تحت كلام. اجيو عندي الانستغرام واجيو عندي الكانال الا بغيتو. مره مره كنشكي عليكم كنبارطاجي معكم شي الايبات اللي هكذا بيناتنا، باسكو الكانال ما فيهش بزاف الناس اللي كنبغي كنبارطاجي معكم. دونك الا بغيتو نجمعوا شي شويه اجيو رجواني موا تمايا. صح فاش ما قدرتش نصور لا فيديو ما قدرتش نكملها، بقيت كنفكر كنقول واش ناخذ بوز من يوتيوب، وعاوتاني خايفه ناخذ بوز ومنين نرجع يطيحوا لي فيو ويطيحوا لي كومونتير. كنقول عاوتاني ما وصلت لوالو باش ندير بوز، ماشي عندي مليون ابوني وعندي مارت شحال ديال لي فيو باش ندير بوز. وعاوتاني كنقول 7 سنين وانا كندير لي فيديو ما عمري خديت بوز. ارونو البارح بقيت كنفكر بزاف كنقول ما عرفتش، انا يوتيوب كيعجبني بزاف، كيعجبني نصور، كيعجبني نبارطاجي معكم، كيعجبني نهضر معكم، كتعجبني هاد العلاقه اللي عندي معكم. ولكن دغنيغمه وليت كنحس براسي بحال بزز كنصور، بحال اللي كندير واحد ليفور كبير. شحال من فيديو ما كنكملهاش، راكم شفتو كنصور يومين، ماشي دوك لي فيديو اللي كيكونوا ويكاند ويد مي ولا تو دايز ان ماي لايف. كنكون معوله نصور غير نهار واحد، في الوسط ديال داك النهار ما كنقدرش نبقى نكمل التصوير، كنضطر الغد ليه باش تهوى نصورو باش يلاه تجيكم واحد لا فيديو. شبان لكم كتبوا لي في لي كومونتير. كتجيني شي مرات شوما نقول ما قدرتش نصور حيت راه غير دي فيديو، راه ماشي كنهز الحجر على ظهري ولا ما عرفت شنو كندير. حنا بنادم وكاملين عندنا الحق انه نعياو واحد الوقيته. اي دونت نو، غير بغيت نحبس واحد شويه، ماشي بزاف شويه، بغيت واحد الوقيته اللي ما نفكرش في اش من فيديو غادي نحط، ما نكونش كندير المونتاج ديال يوتيوب، ما نصورش يوتيوب. حيت واخا هكاك انستغرام وتيك توك ساهل فيديو تصوروها، ماشي بحال هنايا يوتيوب كيخص بزاف ديال الوقت، بزاف ديال المونتاج. البارح قلبت في التليفون ولقيت قليل فين كنمشي لان كافي باش انجوي الكوفي ديالي ونجلس. ضروري فاش كنمشي للقهوه كندي معايا البيسي باش ندير المونتاج، وقتي كامل عابر بالمونتاج. هي حاجه زوينه مزيان، ولكن وليت كنحس براسي اوفرويلد، كنحس براسي بقى لي شويه وندير بيق، بقى لي شويه ونتفرقع. ما بغيتش نوصل حتى للتفرقع، بغيت نحبس دابا ما حدي مازال جو جيرشي شويه باش نقدر نرجع بانرجي جديده. ما غاديش نحبس بزاف، ما عرفت صراحه مازال ما خديتش لا ديسيزيون، ما عرفت اصلا واش نقدر انا نحبس حيت انا ما عمرني حبس. خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، محتاجه نسمعكم. دونك كتبوا لي في لي كومونتير ولا جيو عندي في لي ميساج في انستغرام، قولوا لي شنو بان لكم في هذا الشيء. ارونو المهم هذه غير اون بارونتيز، مازال ما خديتش اون ديسيزيون، غير بغيت نعلمكم باش الا بنت لكم غبرت ولا شي حاجه جيو عندي الانستغرام. ها هو انستغرام ديالي هنايا، باسكو هذاك ما غاديش نغبر فيه حيت ما يمكنش نغبر انا في كل شيء. غير حاجه وحده اللي غادي نقص منها شي شويه، ولا يمكن نقص، يمكن نقص ماشي نغبر في مره، يمكن نقص غير لا كونتيتي دو فيديو اللي كنبوستي. شبان لكم؟ المهم الراي ديالكم في لي كومونتير ولا في لي ميساج. شكرا لكم بزاف بزاف، شكرا على السبور ديالكم، على التشجيعات ديالكم، على لي كومونتير ديالكم. شكرا حيت كيعجبكم لو كونتوني ديالي، حيت كيعجبكم لي فيديو ديالي، حيت كتانجويو لي فيديو ديالي. ثانك يو سو ماتش، ات مينز ا لوت تو مي. شي مرات كنقول راه لي فيديو ديالي ار بورين ولا ما فيهمش شي حاجه فان، ما فيهمش شي حاجه سبيسيال. ما عرفتش الافكار اللي جاوني هاد اليومين هادو، ماشي يومين صراحه، هو ديغنييرمون كامل بحال كان بزز مني كنصور حيتاش خاصني نحط لكم كونتنت، حيتاش ما خاصنيش نغبر، حيتاش هادشي هو اللي كندير وهذه هي خدمتي. ولكن بغيت غير بريك صغير
ما ماشي بزاف غير شي شويه. يمكن نهضروا في هادشي في شي فيديو اخرى مره اخرى بحال والو. انا السيمانه الجايه نحط لكم فيديو، انا كنقول لكم غنغبر بحال والو نحط لكم فيديو اي دونت نو. المهم ان توكا انستغرام ديالي ها هو هنايا زوغا تيغي بالتحت كلام، اجيو عندي الانستغرام وكا وما حطيتش لكم شي فيديو ولا شي حاجه تلقاوني في انستغرام ولا تيك توك حتى هو كنحط فيه ميك اب انبوكسين لي بوكسين. خلاتها وحده في لايف كتبات لي لي بوكسين، كندير لي بوكسين تما. شنو اخر كندير؟ سكين كير وهادشي كامل. دونك اجيو عندي التيك توك الانستغرام وتهلاو في راسكم، تهلاو في الصحه ديالكم وفي يور مينتال هيلث باسكو مهمه بزاف. اي لاف يو جايز سو ماتش، كنبغيكم بزاف بزاف وكنشكركم بزاف بزاف وحده وحده، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده الى كتاب. باي باي.